باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم التاسع من شهر برمودا المبارك أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 141 للشهداء 425 ميلادية تنيح الأب العابد الراهب القس زوسيما. ولد سنة 326 ميلادية من أبوين مسيحيين قديسين من أهل فلسطين، وفي سن الخامسة سلمه أبوه لراهب شيخ قديس فعلمه العلوم الدينية ورسم شماسا ثم قسا، فتزايد في نسكه وزهده. ولما جاءه فكر الكبرياء أرسل الله ملاكا أمره بالانتقال إلى الدير القريب من الأردن، فوجد شيوخا قديسين فأخذ القديس زوسيما يخرج مثلهم إلى البرية، فوجد القديس مريم القبطية فاستعلم سيرتها وطلبت منه أن يأتي في العام المقبل بالأسرار المقدسة. وفي العام الذي يليه وجدها قد تنيحت فصلى عليها ودفنها. وبعد أن عاش 99 سنة تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا من سنة 582 للشهداء 866 ميلادية ظهرت آية عظيمة على يد القديس البابا شنودة الأول البطريرك 55 من بطاركة الكرازة المرقسية، وهي أنه خرج لملاقاة البربر الذين هجموا على دير القديس مكاريوس ماسكا عكازه الذي عليه علامة الصليب فتراجعوا ولم يعودوا. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. ربنا موجود.